اهلا بكم في رموز رياضيه. ونمشي صالحه. قاموا جماعه هتفوا ضده، الارث والتاريخ ما بعرف الايه. الان صالحه لو باعوا سوق ام درمان كله ما يجيب لهم استاد في صالحه، لان صالحه قلت زي ام درمان واحد. المفروض يحصل شنو في التوقيت ده بالذات يعني عشان نادي المورا ده يكون بشكله المطلوب؟ محمد احمد دسوقي ده من اول الناس اللي بدا بدايه قويه جدا جدا لرئيس لرابطه مشجعين في نادي المورا. المريخ كان بيحترموني اكثر من نادي الهلال. استاد المريخ الحالي واستاد الهلال الحالي الاثنين غير صالحات للعب. اسمع الكلام ده مني. دخلني في مجال العمل الرياضي تحديدا اخونا طه علي البشير. ده كان سبب اساسي في انه الكوره ما تتقدم او الرياضه ما تتقدم في السودان. اسم ممنوع اساسا دين بالطرناطه في المريخ. هسي انت زادك كم مره استويت مره ما كان عملت اللي غادي. الكوره دي بيضربونا ولا يضربونا؟ انا بقول لك اي مبارك ده لو اشتغل لي 5 سنين يتلطش معانا نحن في المجالس دي كان يكون مختلف عن اي من بتاع الليله. الاعلام الرياضي محتاج لمراجعه بالكامل. زمان كان في انتماء حقيقي لنادي الهلال، انتماء حقيقي لنادي المريخ، انتماء حقيقي لنادي المورلة، وده الان ما موجود. من المستفيد من انه ما تكون في استثمارات من النادي يعني؟ حتى انا كنت بقول لي جمال في ناس غيروا بقول لي اخي انت مالكم ما عندكم قروش، كنت بقول لي لا لا يا جمال قروشك لو صرفتها في بيتك ولا في قريتك، لكن في المريخ دي قروشنا نحن. ده ما بعرفه ولا شفته بعيني لغايه الان. اذا المريخ ما جاوزوا بنفس المستوى الكفه دي بتختلف. يعني سؤال صعب. ولا يخلي يدك في جيبك، يدك طوال حتكون في جيبك، لانه الهلال ده مصاريفه كثيره جدا فعلا. فبيات منطق ده. انا ما حاسب انه في تواصل. لو المجلس الحالي او المجلس السابق، عموما القرار هو قرار واحد بقى. ده الهلال اصلا ما يتغلب، ما ممكن طبعا. في قانون لكن ما مفعل صحيح. العمل الدولي الممتاز سنه 95 وللحقيقه والتاريخ كانت الخرطوم ملاوينا ملاوية شديد جدا. حسن عثمان طبعا هو العمليه عضويه في نادي الهلال. حيز الاحترام الهلال على الراس والعين. في معارك التسجيلات بتكون فيها سجال مختلف يعني. في الطابق الفوق وهم اللاعبين تحت، دي مقلوبه دي ولا دي شنو دي؟ نقطة مهمة ونحن ما نمشي منها ساكت. حسرة. ونحس ماسكين هذيل كثير بعدين يورونا الجزئية دي. أنا طلعت من المجلس لحد هسه ولحد ما أموت ما حيجي يوم من الأيام أقول والله يا أخي كنا بنعمل كده ولا كنا بنعمل كده. لكن نحن شاكين في أنه كان في الحتة دي في حتة ما كانت سليمة. الأندية كلها إدارية ما بين الأندية. اختلفنا معهم في الحقيقة. ما عشان نحن لانه في ناس بنعتبرهم كان من الناس اللي بذلوا مجهود حاولوا يبعدوهم، اول ما بعدوهم احنا ابتعدنا طوالي. في 92 لحد 95 كنت امين خزينه في نادي الخرطوم ثلاثه. انت زيي وزي زول انا رشحته. لقيته في القاهره؟ اي لقيته في القاهره. وصل الخرطوم؟ هو جو ورجع. لكن ما اعرف شال عفش ولا ما شال عفش. تشاهدون في رمضان.